أعزائي طلبة الصف السادس ابتدائي، عندنا صفحة 40 من كتاب النشاط للصف السادس ابتدائي إنجليزي المنهج الجديد 2018-2019. عندنا هنا مجموعة من الأفعال، هنا يقول write the verb، اكتب الأفعال يعني ننزل الأفعال بالفراغات، وعندنا هنا مجموعة أفعال ننزلهن بالفراغات. هنا الأول is وار بمعنى يكون للمفرد والآر للجمع، وعندنا break drink يشرب، وfeel يشعر، wear يلبس أو يرتدي، وbreak break يكسر، وgo يذهب، وborn بورن يحرق أو بما شابه ذلك، نعم، أو نقدر نقول هنا يجرح أو يحرق، نعم يعني يؤذي نفسه. وعدنا إيت يأكل وبوت يضع. فإذا أخذنا الأولى نأخذ لها is أو are too small، يعني جدا كبير أو صغير، فنأخذ لها is أو are، اثنين هني يصير زين. هاي الأولى. الثانية بلاستر اون ذا كات، الكات معناها الجرح، اللاصق على الجرح، اذا هنا نقول يضع اللاصق على الجرح فنستعمل بوت. والثالثه الكثير من الحلوى، اذا هو شنو جاي ياكل الكثير من الحلوى. وعندنا الرابعه يور ارم ذراعه، هنا بريك يكسر ذراعه. وعندنا الخامسه وير thick sweater، يرتدي ملابس ثخينة، يرتدي ملابس ثخينة. وعندنا هنا sick مرض، إذا هو feel يشعر بالمرض. وعندنا yourself نفسك، هنا boring تؤذي نفسك. وعندنا هنا enough water الماء الكافي، إذا هو شنو جاي يشرب الماء الكافي. وعندنا هنا go to the dentist، يذهب الى طبيب الاسنان. واضح شلون؟ فتابعونا بالفيديوهات القادمه لشرح المقطع به.